وحتى العميان يتساءبون عندما يسمعون عن التساؤب. هناك قول مأثور يؤكد أن المتسائب الواحد يصيب 7 أشخاص بعدواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث الآن عن فائدة التساؤب. التساؤب يجدد الهواء ويوسع الرئة ويحسن من مستوى الأكسجين في الدم ويساعد المخ على مواجهة مواقف متغيرة ويزيد من فعالية المفاصل والعضلات والقلب أيضا، ويؤدي إلى الشعور باليقظة ويمنح الجسم النشاط المؤكد. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.